السلام عليكم البنات، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم غنعدل معكم هاد كي مش كتجينا خفيفة. هذا هو السر ديال هاد الكيكة او الجينواز، مش كتجي خفيفة وكتجي حسن الصراحة حتى من الجينواز. صافي، من بعد مني كنزيد الطحين 4 مغارف كبارين، غنخلط هاد الخليط مزيان وصافي غنعملو في الومول، وغنستمر هيدا بهاد الطريقة حتى نعدل 4 ديال 3 ديال الكيكات او الجينوازات، ونخليكم مع الفيديو ونوريكم كيفاش كيجي الشكل النهائي ديال هاد الكيكات. خليك ليلي يا سالي ونطير معك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي ونطير معك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي.